مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، الزمالك ضد دريمز الغاني، اتحاد الجزائر الجزائري ضد نهضة بركان المغربي، ليفربول ضد فولهام، ريال مدريد ضد برشلونة، فيورنتينا ضد سالرنيتانا، بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن، باريس سان جيرمان ضد ليون، الرجاء الرياضي ضد نهضة الزمامرة، شباب الأهلي ضد اتحاد كلباء. أهلا بكم من جديد بجدول مواعيد مباريات كرة القدم اليومية. رجاء قبل الدخول في التفاصيل الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة لنستكمل معكم مباريات اليوم. حيث تقام اليوم الأحد الموافق 21 إبريل 2024 البطولات التالية: بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة الدوري الأسباني، وبطولة الدوري الإيطالي، وبطولة الدوري الألماني، وبطولة الدوري الفرنسي، بطولة الدوري المغربي، وبطولة الدوري الإماراتي. أولا مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالدور نصف النهائي وهي كالتالي: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، حيث تقام في الساعة 4:30 بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات، والثانية والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 بتعليق عامر الخزيري. ثانيا مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام اليوم مباراتين بذهاب الدور نصف النهائي وهي كالتالي: المباراة الأولى الزمالك ضد دريمز الغاني، تقام في الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 6. المباراة الثانية اتحاد الجزائر ضد نهضة بركان المغربي، حيث تقام في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة مساء بتوقيت جرينتش، تذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 6. ثالثا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 34 وهي كالتالي: المباراة الأولى إيفرتون ضد نوتنغهام فورست، تقام في الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة الثانية كريستال بالاس ضد وستهام يونايتد، تقام في الساعة 4:00 بتوقيت مصر، والخامسة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 8. المباراة الثالثة أستون فيلا ضد بورنموث، تقام نفس التوقيت 4:00 بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أرينا سبورت 4 اتش دي. المباراة الرابعة ليفربول ضد فولهام، تقام في الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، والسادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق خليل البلوشي. رابعا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 32 وهي كالتالي: المباراة الأولى خيتافي ضد ريال سوسيداد، تقام في الساعة 2:00 بتوقيت مصر، والثالثة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق أحمد عبدو. المباراة الثانية المريا ضد فياريال، تقام في الساعة 4:15 بتوقيت مصر، والخامسة والربع بتوقيت السعودية، والثانية والربع بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق سمير اليعقوبي. المباراة الثالثة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد، تقام في الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق حفيظ دراجي. المباراة الرابعة الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، تقام في الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي. خامسا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 33 وهي كالتالي: المباراة الأولى ساسولو ضد ليتشي، تقام في الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر، والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق غازي العمري. المباراة الثانية تورينو ضد فروزينوني، تقام في الساعة 3:00 بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق ميشيل سعد. المباراة الثالثة سالرنيتانا ضد فيورنتينا، فيورنتينا ضد سالرنيتانا،
تقام تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق خالد الغول. المباراة الرابعة أتلانتا ضد مونزا، تقام تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والعاشرة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق ميشيل سعد. سادسا مباريات الدوري الألماني، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 30 وهي كالتالي: المباراة الأولى فيردر بريمن ضد شتوتغارت، تقام تمام الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت مصر والرابعة 4:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. المباراة الثانية بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن، تقام تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر والسادسة 6:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. المباراة الثالثة فرايبورغ ضد ماينز، تقام تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. سابعا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم 6 مباريات بالجولة 30 وهي كالتالي: المباراة الأولى لوهافر ضد ميدز، تقام تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والواحدة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة أرينا سبورت 1 اتش دي. المباراة الثانية ليل ضد ستراتسبورغ، تقام بنفس التوقيت 3:00 بتوقيت مصر والواحدة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4. المباراة الثالثة ستاد ريمس ضد مونبلييه، تقام بنفس التوقيت 3:00 بتوقيت مصر والواحدة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 3. المباراة الرابعة ستاد بريست ضد موناكو، تقام تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت السعودية والثالثة 3:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4. المباراة الخامسة تولوز ضد مارسيليا، تقام تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 9. المباراة السادسة باريس سان جيرمان ضد ليون، تقام تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4 بتعليق جواد بدع. ثامنا مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 26 وهي كالتالي: المباراة الأولى الاتحاد الرياضي التركي ضد شباب السوالم الرياضي، تقام تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية والرابعة بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. المباراة الثانية الجيش الملكي ضد المغرب الفاسي، تقام تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت جرينتش والمغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. المباراة الثالثة الرجاء الرياضي ضد نهضة بركان، تقام تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر و11:00 مساء بتوقيت السعودية و8:00 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. تاسعا مباريات الدوري الإماراتي، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 20 وهي كالتالي: المباراة الأولى كورفكان ضد بانياس، تقام تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية. المباراة الثانية البطائح ضد النصر، تقام بنفس التوقيت 4:00 بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية. المباراة الثالثة شباب الأهلي دبي ضد اتحاد كلباء، تقام تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة 8:30 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية. المباراة الرابعة الشارقة ضد الجزيرة، تقام بنفس التوقيت 6:30 بتوقيت مصر والثامنة 8:30 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية. في النهاية بتمنى منكم تشاركوني تعليقاتكم أسفل الفيديو، وكمان تشاركوني توقعاتكم لمباريات اليوم وأقوى مباريات اليوم. تحياتي لكم جميعا وأشكركم على متابعتكم ليها.